فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مخاطبة المأموم للإمام وهو يخطب فيسأله عن شيء أو يصحح له قراءة آية هل يعتبر كالحمار يحمل أسفارا؟ لا لا، هذا لا بأس أن يتكلم الإمام إلا من كلم الإمام أو كلمه الإمام، إلا من كلم الإمام أو كلمه الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخر الحديث، فادعوا الله أن يسقينا. كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فالرسول دعا لهم بالسقيا فسقاهم الله عز وجل. وفي الجمعة الثانية لما كثرت الأمطار دخل هذا الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستصحاء، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. فأقلعت السحاب، أقلع السحاب وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. دل على أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام في الأمور المهمة، في الأمور المهمة. أما أنك تنشده عن بيته ولا عن بيت فلان ولا عن، ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.